الاختناق السياسي ليش عطل كل المبادرات والمفاوضات والحوار ولا وسيط سياسي يقرب وجهات النظر بين قوى الصراع المختلفة داخليا؟ تفضل. حقيقة قصي، احنا صار 17 سنة قبل تشكيل اي حكومة ندخل بنفس المشكلة. يعني ما صارت عندنا حكومة يعني تشكلت بسهولة. طيب. وهذا لأسباب انه الشيعة اللي الامريكان اعتبروهم الاغلبية وانطوهم الحكم ما عندهم مؤسسة شيعية حاكمة، ولا السنة عندهم مؤسسة سنية حاكمة. الأكراد ظلوا على الحسبين ومصالحهم الخاصة، فلهذا تشوف بين الشيعة والسنة دائما السياسيين والقوة غير متوازنة. لكن اتركنا من هذا الحديث كله. هاليوم احنا في مرحلة انه البلد راح يعرض للبيع، فهنا المشكلة. القوة منقسمة فيما بينها. في الحكومات السابقة ما كان عندنا شيء اسمه الإقليم يريد يصدر النفط ويريد يسد الأزمة العالمية بسبب حرب أوكرانيا وروسيا. ما كان عندنا واحد مثل الحلبوسي ظهر فجأة ويريد إقليم ويريد غيره وعنده غير اتجاهات. ما صار عندنا مكون شيعي الأغلبية بيناتهم تنافس، وحتى احتمال يوصل إلى الصراع المسلح بسبب كل طرف عنده وجهة نظر. طيب. اليوم البلد في مرحلة البيع، يعني هذا العراق راح ينباع. هاي الأطراف أغلبها، أنا ما أفضل طرف، أغلبها لمدة 17 سنة كانت أحزاب فاسدة لها ملفات فساد. هاي الملفات معروفة يم أمريكا وإيران ودول الجوار. هسه البيعة كل واحد راح يشتري له وصلة. فهنا أنا الموضوع انه احنا في مرحلة بيع البلد، راح تزداد الازمات، راح يصير انسداد سياسي. دكتور، من راح يكون عراب؟ من راح يكون عراب هذا البيع؟ بعطيني اياها حتى ارجع للاستوديو. ما انزه اي طرف سياسي، لكن اقول انه احنا في مرحلة البيع، راح يصير انسداد سياسي جدا كبير. هذا الانسداد راح يطلعوا لك شخصية مثل ما طلعوا الكاظمي، حيطلعوا لك شخصية تعبانة قابل انه يبيع البلد تفصيخ. يمكن اكو سياسيين يرفضون، زين راح يجيبوا لنا واحد، ومهما يكون هذا المسمى، منو هو، منو ابوه، منو ما ادري شنو، مهما يكون هذا المسمى، هذا الانسداد السياسي راح يقود يجيبوا لنا واحد، خلي اقوله بالعاميه، واحد تعبان مستعد يبيع كل شيء من اجل المال والمنصب. جميل، زين.